السلام عليكم. ماذا تعني التمر في المنام؟ التمر تيسير للأمور كما جاء في الأحاديث، ولمن أكله رزق، فمن أكله فهناك رزق خاص سوف يحصل عليه، ومن أرى أن تمرا يجيء لي فيجيء إليه مال، وإن كان في غم أو هم فرج الله عنه همه، لقصة مريم عليه السلام. فإن رأى إنسان أنه يعني أحد أعطاه تمر كما جاء في قصة مريم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنية، فأخرج منها، وإخراج النوى يدل على خير ورزق، ومن رأى أنه يأكل تمرا جيدا سوف يسمع كلام جيد ويأتيه خبر جيد، ومن رأى أنه أكل تمرا فهو يجد ويجتهد في الخير والحصول على خير. فالتمر تيسير للأمور وحصول على خير وإنفراج للكربة وزوال للهم وبشارة للغير متزوج، والله أعلم.